أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. مشاهدينا، برنامج الخليج في أسبوع يطل عليكم أسبوعيا ليضيء على أبرز القضايا والاهتمامات الخليجية. سوف نناقش ونستعرض معا قضايا سياسية اجتماعية واقتصادية وقضايا أخرى منوعة شغلت الرأي العام الخليجي، سنبحثها في برنامجنا ونجعل لها مساحة تفاعل معكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا. فبالإضافة إلى استعراض أبرز هذه الأخبار، سنجعل لها مساحة تفاعل معكم أنتم، تشاركوننا رأيكم عبر عناوين البرنامج وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله. أكد وزير العمل السعودي مفرج الحجباني أن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين عن ثلاثة أسابيع عن برنامج نطاقات الموزون في إطار سعيها لخفض نسبة البطالة بين السعوديين مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر منها أي نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدلت وزارة العمل في أواخر عام 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في إطار سعيها لخفض نسبة البطالة بين السعوديين وتمشيا مع تحرك الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، تطلق المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري برنامج نطاقات الموزون، الذي بموجبه تحصل الشركات التي توظف عددا أكبر من المواطنين على مميزات من وزارة العمل، لا سيما فيما يتعلق بتصاريح العمالة، فضلا عن تطوير عمل المرأة في سوق العمل بتوفير بيئة آمنة ومناسبة لعملها في منشاة القطاع الخاص. ويهدف برنامج نطاقات الموزون إلى تصدي لتوطين غير المنتج بعد رصد الوزارة حركة توظيف السعوديين في نحو 148 ألف منشأة وتسجيل 73 ألف مخالفة خلال عام 2015. ورغم أن المملكة رفعت معدل توظيف السعوديين بواقع 40 ألف وظيفة خلال 2015 إلى أنه يعتبر أقل مستوى منذ عام 1999، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص نهاية العام 2015 إلى 1,700,000 عامل، بعد أن كانوا في نهاية 2011 نحو 700,000 عامل. ويعود ذلك إلى إطلاق برنامج نطاقات في 2012 الذي تزامن مع جملة من البرامج والمبادرات لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من 2015، بعد أن كنا 50 ألفا قبل 4 أعوام. وقبيل الإعلان عن رؤية السعودية 2030، ذكر مسؤولون أن مبادرات الإصلاح ستركز على خلق وظائف للمواطنين في القطاع الخاص، مع التوجه لخفض الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط، حيث من المقرر ألا يستثني برنامج نطاقات أي مجال. وكانت شركات في القطاع الخاص قد ذكرت أن برنامج نطاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين. والجدير بالذكر أن المملكة تضم نحو 10 ملايين وافد، معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي، ويعمل معظمهم في وظائف محدودة الأجور ينفر منها السعوديون، مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل، في حين تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة الأستاذ عبد المنعم الشهري، وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة. أهلا ومرحبا بك أستاذي. بداية، التقرير الذي عرضناه الآن حول الموضوع وضح نبذة عن البرنامج، لكن هل لك أن تحدثنا عن هذا البرنامج بشكل مفصل وأيضا آلية العمل به؟ أهلا وسهلا فيكم وجميع المشاهدين. حقيقة نطاقات الموزون أو نطاقات ثلاثة نسميها حنا أيضا كذلك، هو مرحلة تطويرية للنطاقات السابقة. نطاقات الموزون راعى كثير من الجوانب الاقتصادية وعزز كثير الأدوار الخاصة
بعض المميزات الممكنه لمجال الاقتصاد، لم نتدخل حقيقه كثير في هذا السياسات بقدر ما نضع محفزات ومسهلات تمكن الاقتصاد في ان ينمو ذاتيا بدون ان يكون هناك تدخلات مباشره من سياسات سوق العمل. هناك حقيقه معايير كثيره اخذت بالاعتبار في نطاقات الموزون، من ضمنها ايضا النساء، بحيث يكون هناك نسبه نقاط للتوطين وكذلك نقاط للنساء، اضافه الى الاستدامه من خلال الاجور، ايضا من خلال الفتره الزمنيه التي يعني يستمر فيها العامل المواطن في المنشاه، وكذلك الاجور وبارتفاعها. هذا البرنامج حقيقه يعني راعى كثير من المقومات الخاصه في تنميه الاقتصاد، راعى كثير من المجالات التي يفتح الافق امام القطاع الخاص في ان يستثمر اكبر مورد وهو المورد البشري في النهوض بهذا الاقتصاد، إضافة إلى كثير من الحزم التي تتوافق أو تتزامن مع نطاقات الموزون. هناك عدة برامج أخرى أيضا لا علاقة بالنساء، لا سيما أن النساء يشكلن أكبر نسبة من القوى العاملة النسائية، ومن أيضا الباحثين من العمل أو القوى العاملة الباحثة عن عمل هي من النساء. فكان هناك عدة برامج متزامنة مع نطاقات الموزون من خلالها يتم أيضا كذلك تطوير سوق العمل كأسلوب العمل عن بعد، وكذلك التركيز على نشاط المصانع، والتركيز أيضا كذلك على بعض المهن الخاصة الإدارية في كثير من المنشآت، آخرها قطاع استهدفناه مؤخرا قطاع توطين الاتصالات والجوالات الذي سيسهم بشكل كبير جدا في نمو هذا الاقتصاد وفي إشراك القوى العامة المواطنة في سوق العمل. نعم، طيب كيف رأيتم الإقبال على هذا البرنامج، وخاصة أيضا كيف شاهدتم التفاعل من قبل الشركات الخاصة والتعاون معكم؟ حقيقة احنا دائما تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إشراك كثير او في إشراك الشركات من خلال إنزال القرار في موقع مع نحسن. هذا الموقع لابد أن يمر، أي قرار يصدر من قبل وزارة العمل لابد أن يكون على هذا الموقع بحيث يكون هناك تصويت ويكون هناك اطلاع ويؤخذ بهذا الرأي. فلذلك حينما نقرر أي قرار يخص سوق العمل أو يتعلق بسوق العمل لابد أن يتشارك معنا القطاع الخاص وهو المنفذ في هذه القرارات حتى يكون هناك قابلية في التنفيذ ولا يكون هناك مقاومة كبيرة جدا. ولذلك الشراكة في القرار قبل اتخاذ القرار هذه مرحلة من المراحل التي تنتهجها وزارة العمل وتبني فيها سوق العمل في كثير من المجالات. نعم، يعني تفضلت منذ قليل أستاذ عبد المنعم، تكلمت عن فائدة هذا البرنامج ومن ضمن فوائد عديدة استطعنا أن نقول تقليل نسبة البطالة وخاصة بين النساء. حدثنا أيضا حول دور البرنامج في تفعيل دور المرأة في المجتمع. من خلال التقرير ذكرت ما كان هناك قراءة في تقريبا من 5 سنوات 4 سنوات كان عدد النساء في سوق العمل لا يتجاوز 50,000 امرأة يعملن، ولكن من خلال 5 سنوات من خلال تحديد النطاقات وأيضا بعض القرارات الوزارية التي نظمت سوق العمل فيما يتعلق في عمل المرأة أصبحنا الآن ليس فقط 477 كما أعلن بالتقرير بل 530,000 امرأة يعملن في سوق العمل. وليس هذا الهدف بل الهدف يعني ليس الهدف كمي بقدر ما هو هدف نوعي واستدامه في الاستمرار في سوق العمل. ولذلك بدا هذا النطاقات الموزون بالاخذ بالاعتبار بالاستدامه والاخذ بالاعتبار ايضا بالنساء عند اي منشاه تمارس اعمالها ونشاطها في سوق العمل السعودي يحسب العماله النسائيه في هذه المنشاه باعطائها الافضليه. والافضليه تستطيع هذه المنشات التي توظف النساء لها افضليه عن المنشات التي لا توظف النساء بنسبه دخولها في النطاق الامن وحصولها على الخدمات والمميزات الاضافيه. نعم، انا اشكرك. نعم، انا اشكرك اكيد كل الشكر لوجودك اليوم في برنامج الخليج في اسبوع، وتاكيد طبعا اعتذر على المقاطعه لضيق الوقت. كل الشكر الأستاذ عبد المنعم الشهري وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بعده الخليج في أسبوع. من جديد حياكم الله.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند لصبيح عن اتفاق وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي على عقد ورشة عمل مشتركة لوضع محددات وبنود استراتيجية موحدة لما بعد 2030. قالت عقب اجتماع وزراء المجلس في العاصمة السعودية الرياض إن الورشة ستضم وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون وخبراء ومختصين. ووصفت الوزيرة الكويتية اجتماع الرياض بالمثمر، مؤكدة أنه يمثل بداية انطلاقة ناجحة للتخطيط المشترك وتحديد مؤشرات دولية لقياس نجاح دول المجلس. ولفتت إلى أن الورشة تهدف إلى متابعة الاستراتيجية وقياسها وأثرها على الخطط الخاصة بكل دولة، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على وضع قياس لنتائج الاجتماعات التي يتم عقدها عاما بعد عام لمعرفة مدى تأثيرها على الاتجاهات والخطط الخاصة بكل دولة، وكذلك بالخطط المشتركة للدولة بصورة جماعية. عبر الهاتف ومن الكويت ينضم إلينا الدكتور عبد الله الغانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الآن تعتمد دول الخليج بشكل كبير على النفط، لكن هناك استراتيجية عن مستقبل دول الخليج في عام 2030. بداية، كيف يؤثر التخطيط المشترك على الاتجاهات والخطط الخاصة بكل دولة من دول الخليج العربي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا جزيلا على استضافتنا. فيما يتعلق بقضية الاستراتيجية المشتركة، أعتقد هذه الاستراتيجية هي جزء مكمل من الاستراتيجيات التي كانت تتفق دول الخليج فيما بينها على تطبيقها، ولكن ليس في المجال المتعلق بما بعد 2030، يعني أو السعي إلى تخفيض الاعتماد على النفط، وإنما كانت هناك استراتيجيات اللي هي استراتيجيات تعليمية وما إلى ذلك. هذه الاستراتيجية اليوم اللي احنا نتكلم عنها هي استكمال لتلك الاستراتيجيات، لكن على بعد أعمق حقيقة أو أبعد، لأن احنا نتكلم على 15 سنة من الآن، وبالتالي قضية التنبؤ أو استشراف هذا المستقبل بعد 15 سنة يتطلب حقيقة عمل تام من المراقبة والمتابعة. نحن لا نريد حقيقة أن نقع في نفس الأخطاء التي وقعنا فيها بالسابق عندما كان هناك حديث عن وحدة العملة الخليجية وما إلى ذلك، ثم تأخرت بسبب عدم دراسة الموضوع بشكل يعني جد، مش ما أقول جدي ولكن بشكل فاعل ويتطابق مع الواقع والطموحات الموجودة. إحنا اليوم نتكلم عن انخفاض في أسعار النفط، وهذا ما هو وهو السبب الذي دعا الى وضع استراتيجيات متعدده على مستوى دول الخليج للنظر في كيفيه تخفيض الاعتماد على النفط، لانه اصبح السلعه متذبذبه بشكل كبير جدا وهو عرضه للسوق. لكن ما نحتاج اليوم حقيقه ليس فقط، وهذا ما اسمعه دائما، ان نعتمد على استثمارات الماليه اللي عندنا بالخارج او ما يسمى بالصناديق السيادية. هذا امر جيد، ولكن هذه الصناديق السيادية ايضا بحد ذاتها ايضا عرضه ل تقلبات الاسواق، واحنا شفنا 2008 والازمه الماليه كيف اثرت على هذا الصناديق السياديه الخليجيه كلها. اعتقد ان الاستراتيجيه اللي احنا نحتاجها اليوم هي استراتيجيه تتعلق بتنميه القوى البشريه الخليجيه. هذا الامر مهم جدا، وهذا يتطلب تطوير حقيقه كل الانظمه التعليميه لننتقل بالمواطن الخليجي من مواطن مكتبي الى مواطن فني عامل. نعم. طيب دكتور، كيف يتم تقييم التنمية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار هذا الاجتماع؟ مثل ما قلنا، التنمية المستدامة مرتبطة بقضية ليس الازدحار الاقتصادي اللي نراه فيما يتعلق بالبنية التحتية ومباني الشاهقة، وما يتعلق بما نسميه احنا بالأمن التنموي. الأمن التنموي هو ان احنا نحقق تنمية آمنة على مدى بعيد، بحيث أن نؤمن الأجيال القادمة من خلال استراتيجيات قائمة اليوم، استراتيجية تخطط لليوم وتنفذ في المستقبل. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع من الكويت، الدكتور عبد الله الغانم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لك.
فاصل قصير ونواصل بعده برنامج الخليج في أسبوع. حياكم الله من جديد. أطلقت هيئة السياحة وشركاؤها في مجالس التنمية السياحية واللجان السياحية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، أطلقت يوم الثلاثاء فعاليات وبرامج صيف السعودية 37، وذلك في الواجهة البحرية بالدمام بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب سمو الملكية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ورعاية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز. ويتضمن الصيف السعودية الذي ينظم خلال إجازة الصيف التي تقارب 115 يوما أكثر من 70 مهرجان سياحي و 620 نشاطا في جميع مناطق المملكة، تتنوع بين ثقافي والتراثي والرياضي والمغامرات والشبابي والبيئي والترفيهي والتسوق بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي، حيث تقام في منطقة الرياض 7 مهرجانات، وهي مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، ومهرجان احتفالات عيد الفطر وتقيمه أمانة منطقة الرياض ولكرة القدم، وملتقى ربوة الرياض، ومهرجان جنية للنخيل والتمور الثالث، وفعاليات جمعتنا للمأكولات والحرف اليدوية، فيما تستضيف عودة تصدير مهرجان حياة مول. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الله بن عبد الملك المرشد مدير عام البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. أهلا ومرحبا بك أستاذي. بداية، حدثنا عن جديد فعاليات صيف السعودية لهذا العام. يا أهلا وسهلا فيك وبالأخوة المستمعين. هلا ومسهلا. طبعا بدأت مناطق المملكة استعدادها لإطلاق فعالياتها وبرامجها السياحية، وهي التي تمثل الحدث الأبرز. طبعا السائح السعودي في الداخل ينتظر هذه الفعاليات والبرامج، والتي يتوقع إن شاء الله أنها تشكل حافز لانطلاق إلى برامج وفعاليات تساهم في تأسيس سياحة وطنية متطورة وتلبي متطلبات السياح وتوفر لهم الخدمات الأساسية بمستوى متميز. نعم. طبعا من المعروف أنه في كل سنة هناك طموحات وتطلعات إلى تطوير مستمر للمهرجانات، والتي أصبحت علامة مميزة لمناطق المملكة، خاصة أن كل منطقة لها مقوماتها وتقاليدها وتراثها وطبيعتها السياحية. بالنسبة للمهرجانات الصيفية، طبعا هناك تركيز كبير على من كافة الجهات الحكومية على تطوير هذه المهرجانات ورفع جودة الخدمات الموجودة فيها وتوفير، وأنها تكون أكثر جاذبية ومفيدة ولكافة الفئات، سواء من الشباب أو الأطفال أو الأسرة مكتملة. وهناك تركيز كبير في مجال الثقافة والرياضة والمغامرات وفي تطوير هذه المهرجانات بشكل مستمر، بالإضافة إلى تطوير وتوظيف كافة البرامج التي تتولى الهيئة تنظيمها، مثل برامج الرحلات وبرنامج عيش السعودية وبرنامج لا تترك أثر، والتي لها أهمية كبيرة في إثراء هذه المهرجانات وتحقيق الفائدة بالنسبة لزوار هذه المهرجانات. نعم أستاذي، هل تقتصر هذه الفعاليات على سياحة الداخل، أم أن هناك سعي من قبلكم لجذب السياحة من الخارج وخاصة من دول الخليج العربي؟ طبعا بالنسبة لجميع البرامج هي موجهة للسائح السعودي وللمقيم، وكذلك بالنسبة لمواطني دول الخليج لزيارة المملكة، لأنها موزعة على كافة مناطق المملكة، ومثل ما تفضلت أكثر من 70 مهرجان، وبنسبة زيادة أكثر من 30% عن السنة الماضية، خصوصا نتكلم عن فترة إجازة تتجاوز 4 أشهر، وهي مدة كافية لتقديم الكثير من البرامج والفعاليات التي
تخدم السياح بإذن الله. نعم الأستاذ عبد الله بن عبد الملك المرشد مدير عام البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدينا، الحديث عن الجانب الاقتصادي لمهرجان صيف السعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف ومن الجميل الخبير الاقتصادي الأستاذ فضل البوعينين. أهلا ومرحبا بك أستاذ فضل. بداية، عندما نتكلم عن الجوانب الاقتصادية والتي تبرع بها فعليا أنت، نرى العديد من الدول وخاصة دول خليجية أيضا تعتمد على السياحة كدخل أساسي لموازنة الدولة. عندما نتكلم عن المملكة العربية السعودية اليوم، عندما نتكلم عن نسبة مئوية نستطيع من خلالها أن نقول أن السعودية تعتمد على 10 على 20 على 30% من السياحة كمصدر دخل لها، ما هي تلك النسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعتمد الدول في قياس مساهمة قطاعاتها على نسبة مشاركة كل قطاع على حدة من مجمل الناتج الإجمالي المحلي. على سبيل المثال في دبي نجد أن نسبة المساهمة، مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإجمالي المحلي مرتفع جدا، يفوق 20%. في المملكة العربية السعودية للأسف الشديد أن هذه النسبة لا تتجاوز 2.5%، وهذه نسبة متدنية وربما تكون أقل من هذه النسبة التي أشرت إليها. وبالتالي أعتقد أن القطاع السياحي ربما يكون من أكثر القطاعات التي يمكن أن تنمو بشكل كبير وأن تخلق مزيد من الوظائف وأن تساهم بشكل أكبر في الناتج الإجمالي المحلي. نعم، عندما نتكلم عن قطاع السياحة، هذا القطاع العملاق وما يوفره للمملكة ولأي دولة يعني فعليا من أمور عديدة اقتصادية مثل التوظيف، البنى التحتية، الانتعاش بشكل عام، الانتعاش في الاقتصاد من خلال وجود فنادق، من خلال وجود أيضا شقق فندقية فخمة، ممكن أن هذه أن يكون لها دور كبير أيضا في قطاعات عديدة مثل التوظيف، مثل إيجاد وظائف. حدثنا عن هذه الجزئية أستاذ فضل. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أشار في أكثر من مناسبة إلى أن من أهداف رؤية 2030 هو تنشيط القطاعات المهمشة حاليا، ومن أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة. الأمير سلطان بن سلمان أيضا ركز على أن قطاع السياحة سيكون الأكثر خلقا للوظائف النوعية مستقبلا، والأكثر أيضا خلقا للفرص الاستثمارية بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إذا هناك رؤية حكومية تتركز على أن قطاع السياحة هو القطاع الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة في جوانب ثلاثة. الأول، رفع الناتج الإجمالي المحلي من خلال مساهمة القطاع السياحي. الجانب الثاني هو خلق مزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية. الجانب الثالث وهذا هو الأهم، أن الاستثمار في قطاع السياحة يقود دائما إلى أحداث تنمية نوعية في المناطق التي لا تصل إليها التنمية. على سبيل المثال، القطاع الصناعي اليوم لا يمكن للمستثمر الصناعي أن يقوم بالاستثمار الصناعي في الجنوب على سبيل المثال في عسير، في أبها أو نحو ذلك، ولكن هذه المناطق بما حباها الله مقومات سياحية من الدرجة الأولى يمكن للمستثمر المحلي أو الأجنبي أن يستثمر أمواله في قطاع السياحة، وبالتالي هو يحصل على الفائدة والعائد على رأس المال، أيضا يخلق مزيد من الفرص الاستثمارية والفرص الوظيفية إضافة إلى ما يحدثه من التنمية. النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لي، على سبيل المثال أنتم تحدثتم اليوم عن سياحة المهرجانات، وهذه السياحة هي من أهم أنواع السياحة في الوطن العربي لأنها تجذب السائح وتسهم أيضا في إبقاء السعوديون أنفسهم في نفس المكان بدلا من الإنفاق خارج البلد. هذه السياحة، سياحة المهرجانات اليوم ارتبطت بشكل مباشر بالأسر المنتجة. أصبح هناك قطاع اليوم لتوظيف، قطاع لخلق فرص استثمارية في للأسر المنتجة، وبالتالي أصبحنا اليوم ندعم قطاعات متنوعة من خلال قطاع السياحة. هذا القطاع أنا أعتقد هو القطاع الواعد الذي يمكن أن يحقق أهداف كثيرة من خلال بعض الجهود البسيطة. ولكن أختم بالقول
أن هذا القطاع يحتاج إلى كثير من الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات في البنى التحتية خاصة البيوة والسفر. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع من الجبيل، الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل بعده الخليج في أسبوع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى برنامج الخليج في أسبوع من خلال نظرة إنسانية لتوجه الإعلام، وبحضور حاشدين كبيرا من الإعلاميين والمفكرين والكتاب، انطلقت أعمال الدورة 15 لمنتدى الإعلام العربي الذي يقام في دبي كل عام، إذ تعتبر دورة هذا العام من أكثر النسخ المتميزة للمنتدى لما تحمله من عناوين إنسانية في جلسات الحوار والمناقشات والندوات التي أقيمت خلالها. فالعنوان العريض للمنتدى كان الإعلام أبعاد إنسانية. المزيد من التفاصيل حول المنتدى مع الزميل زكريا نعساني، نتابع. إعلام مبتكر ودور ريادي في استشراف مستقبل يحمل بعدا إنسانيا بعيدا عن السلبية والنمطية من أجل تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية والسلام. هذا ما استشرفه منتدى الإعلام العربي في دورته 15. المنتدى الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة شهد حضورا غير مسبوق لأكثر من 2000 شخصية بارزة من كتاب ومفكرين وقيادات إعلامية وثقافية قدموا من مختلف أنحاء العالم للتواصل فيما بينهم وتبادل وجهات النظر. فشعار هذا العام كان الإعلام أبعاد إنسانية. من زمان هذه الفكرة كان يجب أن تكون مطروحة لأنها موجودة في الإعلام الغربي. الإعلام الغربي يعطي البعد الإنساني دائما انتباهه، فبالتالي أنا أتمنى طبعا أنه هذه البداية مع منتدى دبي أنه يعني تكون هذه نوع من بداية لإعطاء انتباه أكثر للبعد الإنساني. البعد الإنساني الذي كان حاضرا في كل أرجاء المنتدى كان محور معظم الجلسات والندوات الحوارية التي احتضنها المنتدى عبر تحليل المشهد والخروج بتصورات حول سبل معالجة أبرز التحديات التي تواجه الإعلام. الإعلام قدروا أن يكون عاما، عاما يعني أنا إذا استطعت أن أساعد 100 شخص أفضل من أن أقدم حالة لشخص أو لأسرة واحدة. علشان كده أنا دوري أن أنا أغذي الفكر التطوعي والعمل الأهلي في الإعلام عشان رجال الأعمال والقادرين ينشئوا مؤسسات يساعدوا بيها غير القادرين. أحسن من أن أخش أساعد غير قادر واحد. لما أشجعك كرجل أعمال تعمل مؤسسة، هذه المؤسسة ستساعد 1000. هذا هو دور الإعلام. المنتدى الذي كان من أجل الإنسانية كان واضحا من تصميم أروقته التي اتشحت أرضياتها بالعشب الأخضر وصممت مقاعدها من مواد صديقة للبيئة التي استخدمت حتى في أدق التفاصيل. المكان يعني خلق خصيصا لأجل المنتدى ورعيت فيه مبادئ البيئة، وهذا أمر يعني يستحق التوقف عنده لأنه لفتة جميلة، خصوصا أنها تنسجم أيضا مع شعار المنتدى هذه السنة وهو حول إنسانية الإعلام الإنساني. المنتدى الذي يركز في أجندة أعماله على الشباب والإعلاميين الجدد لم يغفل وجودهم، فنقل الخبرات بين الأجيال كان من أبرز الأهداف التي أسس المنتدى لأجلها. أنت بتعرف حالك بينها كل هالمؤسسات هاي، والناس بتعرف عليك، ومنها طبعا بعد ما تزيد من التعارف وكذا بتكون علاقات وبتكون كذا. مبادرات أراد المنتدى منها إنجاح التوجه الإنساني والمعرفي للإعلام ليكون على دراية بأولوية إعطاء المساحة المناسبة للاهتمامات بالإنسان وكل ما يدور في فلك الحفاظ عليه والرقي به. رؤى إنسانية مبتكرة يحاول منتدى الإعلام العربي في نسخته 2016 تسليط الضوء عليها. فللإعلام أبعاد إنسانية،
ولا بد أن تكون على أولويات الاهتمام. من أرض المعارض في دبي، زكريا نعساني، أخبار الآن. مشاهدينا الكرام، التعليق على هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي هنا في الاستوديو مدير تحرير جريدة الخليج تايمز الأستاذ مصطفى الزرعاني. أهلا ومرحبا بك في برنامج خليج. أهلا بكم، مشكورين. أستاذ مصطفى، بداية، في كل عام يشهد المنتدى وهو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة يشهد حضور إعلامي كثيف، سواء للإعلاميين وأيضا صحفيين، أيضا المذيعين، يعني كل الإعلاميين وأبطال السوشيال ميديا. وأبطال السوشيال ميديا هذا العام. حدثنا عن أهمية المنتدى للإعلام بشكل مجمل وللإعلاميين بشكل خاص. طبعا المنتدى يستضيف أهم الكتاب ورؤساء التحرير والمؤثرين في الإعلام، في الصحف، في الإعلام التقليدي، الصحف، إذا صح المصطلح الإعلام التقليدي، الصحف والتلفزيون أو وسائل التواصل المختلفة. طبعا حضر ما يقارب 2000 شخص، وهم سيؤثرون على الإعلام في الوطن العربي ككل، وهم سيؤثرون على من يتبعهم. فأي مصطلح أو أي عنوان يضعه المنتدى سيؤثر على مدى الأعوام القادمة أو الأشهر القادمة. رأينا خلال اليومين الماضيين العديد من المقالات التي كتبت في الوطن العربي تشير إلى محتوى هذا المنتدى وما سيعكسه في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة. نعم، يعني خاصة جزئية جدا مهمة، وجود المنتدى الذي صمم هذا العام من أجل الإنسانية كان واضحا لذلك، سواء من خلال التصميم أو أيضا والذي ركز في أجندة أعماله أيضا على الشباب، على الإعلاميين الجدد في الإعلام. نتكلم اليوم عن مستقبل الإعلام، كيف ترى إعلام المستقبل؟ طبعا خلال الفترة الماضية وخلال الثورات اللي شهدتها المنطقة، هناك ضجيج في وسائل الإعلام، إن كانت في وسائل الإعلام السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام، كل جهة إعلامية صفت في جهة معارضة أو جهة تبنت جهة معينة تعكس رؤيتها بعيدا عن الإنسان وأهمية الشارع. فكل منها أصبح يقوم بدور قد نطلق عليه تحريضي بطريقة معينة أو أخرى، ونسي من سيتعرض لهذه المشكلة، هو الإنسان. حتى في وسائل السوشيال ميديا، تويتر أو إنستغرام، هناك نوع من العداوة، من الخشونة في التعامل مع بعضهم الآخر. وهناك ناس مؤثرين لديهم 2 مليون و3 مليون متابع، فعندما نرى نبرة فيها تحريض على القتال أو تحريض على أيا كان، بغض النظر عن التوجهات السياسية، المتأثر الأكبر هو الإنسان، هو الشارع الذي سيتأثر بأي طلقة، بأي استفزاز. لذلك رأى المنتدى أن يطرح هذه الأفكار ويتم تناقشها في المنتدى، لذلك وضعوا بيئة جميلة فيها نوع من الأريحية في تصميم المنتدى، بإمكان المتحاورين أن يجلسوا كأنهم في حديقة ويتناقشوا حول هذه العناوين المهمة التي عرضها المنتدى. نعم، أيضا كان هناك جلسات مفتوحة، وأيضا كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع الإعلاميين ومع الإعلاميات، ناقشوا عدد من الركائز والمواضيع في يومنا الحاضر وأهمها الإنسان. برأيك إلى أي مدى أستاذ مصطفى ممكن أن يؤثر الإعلام في إنقاذ الإنسان؟ طبعا كانت مبادرة لصاحب السمو الشيخ محمد جميلة جدا. كان هناك عصف ذهني للمؤثرين، ما يقارب 100 شخصية في الوطن العربي، جلسوا كل 10 في طاولة، عملوا brainstorming، عصف ذهني لكيفية تغيير الناس، تثقيف مستخدمي وسائل الإعلام، ما هي الرسالة التي يجب أن تعرضها وسائل الإعلام المختلفة. وظهروا وخرجوا بمجموعة من المقترحات. نعم. التي تم طرحها ثاني يوم في جلسة مع صاحب السمو الشيخ محمد، وقال بعد الجلسة: هذه البداية، وقد تبنى جميع المشاريع التي تم طرحها في هذه الجلسة العصف الذهني. فهناك نية حقيقية من إمارة دبي ودولة الإمارات لتبني الأفكار التي تسهم في الحفاظ على السلم الأهلي في الوطن العربي، وابعاد أي صوت نشاز يحاول زعزعة الأمن في مختلف الدول العربية. نعم. نحن مع الحريات،
ولكن يجب أن يكون الصوت والرسالة واضحة وأن لا تكون عن طريق الدم أو قمع الآخر صوت الآخر. نعم، ما هي أبرز المقترحات التي تم نقاشها واعتمادها؟ طبعا تم الحديث مع مجموعة من السوشيال ميديا ببناء مظلة للشباب من هم بين 18 و20 سنة، هؤلاء اللي يدخلون السوشيال ميديا ويشاركون بكثرة في السوشيال ميديا وهم المستقبل، يعني قبل التخرج من الجامعة وقبل دخول الجامعة المعترك التعليمي والمعترك المهني بعد ذلك. لذلك هناك مقترح بوضع مظلة يتم من خلالها استقطاب المعروفين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتثقيفهم ونشر رسالة التسامح، رسالة التعامل، تقبل رأي الآخر. فسيتم بناء نوع من النادي، قد يكون نادي، قد يضم 1000، 2000، 100، لا نعرف العدد، ولكن سيتم اختيارهم بعناية لكي يوصلوا الصوت العقلاني للمجتمعات. نعم، الصوت المعتدل دعنا نقول، خاصة عندما نعلم وللأسف أستاذ مصطفى أن أيضا يعني الأفكار المتطرفة والأفكار الإرهابية للأسف يعني باتت تصل إلى المراهقين وإلى الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا تبرز هذه الجزئية وهذا القرار الحكيم. هناك ضعف لبعض الشباب في عمقهم الثقافي، فينجرون خلف شخصيات معروفة في وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا أو حتى بعض القنوات، هذه الأصوات تشدهم ويتأثرون بها كثيرا. لذلك تظهر هذه التصرفات مع مرور الوقت، فرأينا خلال الفترات الماضية كثرة المشاكل في وسائل التواصل الاجتماعي، كثرة الحدية في طرح النقاش. البعض منهم كما تذكر الإحصائيات مثل داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى استفادت من هذا الخلاف واستطاعت أن تجذب العديد من هؤلاء في صفوفها بأن ترسل رسالة أنكم منبوذون بهذه الأفكار، بأنكم غير مرحب بكم، يجب أن لا تطرحوا هذه الأفكار في مجتمعكم، تعالوا لدينا نحن سنطرح هذه الأفكار. فهناك من يستفيد من الاختلاف في الأفكار، لذلك الخطوة الأولى هي تثقيف المجتمع في تقبل الآراء ودراستها وعدم أخذ أي بادرة دون الرجوع إلى المعرفة والقراءة والتعلم. لذلك أعتقد مبادرة الشيخ محمد هي عام القراءة تنصب في نفس الاتجاه، هناك مبادرة عام القراءة، مبادرة الأسرة المتمسكة. طبعا لا يمكن السيطرة على الأطفال دون وجود أسرة متماسكة بالإضافة إلى القراءة، فالقارئ دائما يحصل على معارف فيعرف من هو الخطأ وما هو الصح، لأن ما لا تصدق كل ما تقرأ، هذه أدبيات القراءة. فلذلك نحن نطرحها في وسائل التواصل الاجتماعي، لا تصدق كل ما تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن هذه المبادرات كلها تصب في مصلحة الشباب والأجيال القادمة. نعم، ما أيضا للأسرة مع الإعلام دور كبير أيضا في حماية اليوم الشاب والفتاة من التطرف بكل أشكاله وأنواعه، حدثنا عن هذه الجزئية طبعاً المهمة. لا يمكن السيطرة على الأطفال من دخولهم وسائل التواصل الاجتماعي لأنها موجودة في موبايلاتهم ولا نعلم هم يتبعون من ويتأثرون بمن، بل علينا أن نثقف على الآباء خاصة أن يثقفوا أبنائهم بهذه العملية بالأصوات المختلفة التي تأتي إليهم، يثقون في من أو لا يثقون في من هو الصادق ومن هو الغير صادق. يجب على الآباء والأمهات أن يجلسوا مع أبنائهم ليناقشوا هذه المواضيع. قد يختلف الطفل مع أبيه أو أمه في الآراء، ولكن الاختلاف في الطريق الصحيح ليس الاختلاف النشاز. لذلك أعتقد أن الآباء عليهم عاتق كبير في توصيل هذه الرسالة. أعتقد أن الآباء بدأوا يدخلون وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، أعمارهم 60-70 سنة، تفاجأوا أنهم بعيدين عن المشهد. لا يمكن، أنا أشتغل في صحيفة، لا يمكن أخذ كل المعلومات من الصحف، فوسائل التواصل الاجتماعي مهمة لمعرفة الأخبار والآراء المختلفة. نعم، ذكرت جزئية جدا مهمة، أعتذر على المقاطعة أستاذ مصطفى، ألا وهي
وجود يعني اختلاف ما بين مواقع التواصل الاجتماعي والصحف. في بعض الأحيان تكون مواقع التواصل الاجتماعي أكثر حرية للتعبير عن الرأي، لكن الصحف سواء المرئية أو حتى الورقية دائما تكون متزمتة، دعنا نقول، أو تنتهج النهج القديم إن استطعنا أن نقول ذلك. لا يمكن، ويمكن هذا اللي يخلي شوية المراهقين يعني يأخذون معلوماتهم أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الصحف مختلفة، الصحف يجب أن تتأكد، أو الوسائل التلفزيونية يجب أن تتأكد من المعلومة. في وسائل التواصل الاجتماعي أنا بإمكاني أن أرمي معلومة قد تكون غير صحيحة، صح، ولكن الآخر تشد هذه المعلومة بسرعة. الصحف تحتاج إلى وقت لكي تتصل في المسؤول، تتصل في المصادر، تتأكد من هذه المعلومات، تخرجها في قالب متكامل، قالب تحريري متكامل. بينما وسائل التواصل الاجتماعي ليس لديها مصداقية. الآن نرى في تويتر أو في فيسبوك هناك شخصيات أصبحت مصادر، وفي شخصيات بعد ما أخذت زخم وعدد كثير من المتابعين فقدت مصداقيتها. نعم، هي مثلها مثل وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، تحتاج إلى وقت حتى يتأقلم مع الناس ويعرف الصحيح من الخطأ. نعم، أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع. الأستاذ مصطفى زرعوني، مدير تحرير جريدة الخليج تايمز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كل الشكر لكم أنتم أيضا على المتابعة بإذن الله. لموعد معكم مقبل بعد أسبوع يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. أكيد دائما للتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد زودونا دائما بأي مقترحات لكم في مواضيع تختص بالشأن الخليجي نناقشها في حلقات مقبلة. بإذن الله ألقاكم الأسبوع القادم في برنامج الخليج في أسبوع. مع السلامة.